السلام عليكم الزول في الاول، مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم اثاث الثقه. اليوم اخاوتنا جبنا لكم شومبر كوشي كما راكم تشوفوا. قبل ما نبداو في غرفه النوم تاعكم، شوفوا هذا اللمحه الجميله ونقول لكم ابوني معنا وفعلوا لو زر الجرس هكا باش يلحقكم كل جديد. ونعاود نذكركم خاوتنا باللي رانا درنا لكم ابليكاسيون، وفي لافان تاع الفيديو راح نخلوكم مع فيديو مخصص نشرح لكم واش تقدروا ديروا بالتطبيق المخصص لاثاث الثقه. وكما راكم تشوفوا هذا اللمحه الجميله على غرفتنا اليوم خاوتنا تحت اسم سيزار 2. بعد ما شفنا سيزار 1 خاوتنا يعني تشبه لها شويه في التصميم خاوتنا، برك هذا يعني لو ديزاين كما راكم تشوفوا تاع لي بورت راهو ديفيرون خاوتنا. نبداو على بركه الله باللي تاعكم، اللي على بالكم باللي فيه 190 على 160 يعني طاي ستوندر اللي شفتهم في كامل غرف النوم. كما راكم تشوفوا الدولي تاعها راهي ميلونج بين الكابيتوناج والخشب خاوتنا، وكذلك راح تشوفوا نفس التصميم في لو بتي دوسي تاعها يعني كابيتوناج والخشب. ننتقلوا نشوفوا لا طاب دنوي تاعها، راهي قاعده زجاجيه في النوار من الفوق كما شفتوها، وفيها هذا التصميم الرائع تيروار كما شفتوها خاوتنا، وراهي فيها دو تيروار كوليسون خاوتنا كما راكم تشوفوا حاجه ما شاء الله. ننتقلوا لاكوافيز كما راكم تشوفوا، لاكوافيز هذه اللي راهي فيها 1 2 3 4 لتيروار، من الجهه اللي راهي مليها 5 لتيروار خاوتنا، يعني راهي ستيل ال، ومن الفوق راهي قاعده زجاجيه في النوار كما لاحظتوا خاوتنا. اما بالنسبه للوفرتور، لوفرتور كذلك راهي فاصيل كما راكم تلاحظوا خاوتنا. لا فينيسيون كما عبدتكم محل اذى الثقه. ننتقلوا ونشوفوا مرآه الغرفه خاوتنا، يعني لاغارد روب الخزانه تاعكم كما راكم تلاحظوا حاجه ما شاء الله، فيها هذا التصميم تصميم رائع خاوتنا، فيها دو سبوت ستيل جوهره كما راكم تشوفوا من الفوق، يعني ستيل ديامو خاوتنا حاجه ما شاء الله، رام طوندونس بزاف هذوك لي سبوت. اما بالنسبه للهيكل الداخلي كما راكم تشوفوا لا سيباراسيون راهي ما شاء الله، من الجهه لاغوش راهي كاين ايطاجير واسباس بور لا ترانجل خاوتنا، اما للوسط كما راكم تشوفوا كاين 1 2 3 4 لي زيطاجير، والجهه اليمنى راه فيها 5 لي زيطاجير، وكاين ثاني دو تيروار في الجهه الوسطى كما راكم تشوفوا دو تيروار اللي يرفدوا حاجه ما شاء الله. نعاود نذكركم باللي هذه الغرفه نوم اللي راهي تحت اسم سيزار 2 راهي مخدومه كامل اون بواروج، السعر تاعها راهو ب 13,800,000 مع النقل والتركيب ل 58 ولايه. اللي راهو انتريسي ولا حاب يستفسر الارقام راهم اسفل الشاشه. والان نخلوكم مع فيديو اللي درناه لكم سبيسيالمون باش نفهموكم على لابليكاسيون اللي راح تساعدكم على اقتناء الاثاث من محلكم اثاث ثقه. خاوتنا جبنا لكم ابليكاسيون، ما عليكم فقط تروحوا للبلاي ستور، تروحوا في لا ريشيرش تكتبوا مابل دو كونفيونس، راح يخرج لكم التطبيق تاعنا كيما راكم تشوفوا، تنستاليوه وتحملوه في الهاتف النقال تاعكم كيما راكم تلاحظوا. لا طاي تاعو ما راهيش بيره معناتها يطلع بالخفخ. بعد ما تحملوا التطبيق خاوتنا تروحوا تدخلوا ليه، راح تقابلكم هذا الواجهه، يعني في هذه الواجهه كيما راكم تشوفوا راح يخرجوا لكم كامل لي كاتيجوري، لي صالون، غرف النوم، غرف الاحذيه خاوتنا، لي بورتشوسير، لي طاطاتات، لي غاردروب خاوتنا، يعني حتلقاو كامل لي كاتيجوري هكا باش تسهل لكم. حنا نقولوا حبينا خاوتنا نكومونديو لو صالون ماسيليا، كي يخرج لكم ما عليكم غير تكليكيو عليه، ومن بعد راح يجيبكم لهذا الواجهه خاوتنا. تقدروا تكليكيو في هذاك المربع باش تشوفوا لي ديتاي بيان، يعني تكبروا الصوره خاوتنا هكا باش تشوفوا التفاصيل تاع الصالون تاعكم. بعد ما تشوفوا كامل صور خاوتنا ويعجبكم ما عليكم غير تهبطوا لتحت، وكيما راكم تشوفوا تزيدوا تلقاو السعر تاعو مواصفات الصالون لا ديسكريبسيون راح تلقاو فيها كل شيء. من بعد ما عليكم غير تكليكيو على اضف الى السله، من بعد خاوتنا تطلعوا الفوق راح تلقاو يعني السله تاعكم، تضغطوا عليها راح تخرج لكم يعني كامل على واش درتو اضيف الى سله خاوتنا، من بعد تكليكيو في تاكيد الطلب، من بعد راح يخرج لكم هذا لو فورمولير ما عليكم غير تملؤوه خاوتنا، يعني لقب، الاسم، البريد الالكتروني، رقم الهاتف، العنوان، الولايه، البلديه، من بعد خاوتنا راح يقول لكم يعني شحال سقام لكم كل شيء، يعني اذا اقتنيتوا اكثر من موديل واحد راح يقول لكم كامل الاسعار تاعهم والمجموع تاع السعر، من بعد تكليكيو على اتمام الطلب. بعد ما تكملوا الطلبيه تاعكم راح يتصل بكم طاقم اثاث ثقه خاوتنا وتزيدوا تنيغوسيو على البري. ثاني كاين حاجه اخرى يعني حتستفادوا بها في هذا التطبيق، يعني نقولوا باللي في اللايف راكم شفتوا لو صالون فيتو حبيتوا تشوفوا الصور تاعو، ما عليكم غير تروحوا للتطبيق تكليكيو على هذوك ثلاثة الخطوط خاوتنا، راح تخرج لكم يعني هذه الخانه في الريشيرش، راح تكتبوا اسم صالون كيما احنا سيينا مع لو صالون فيتو وراح يخرج لكم الصالون تاعكم. ونزيدوا نقولوا لكم لي بري لي نون في السيت ما راهمش فيكس، يعني بعد ما تديروا الطلبيه تاعكم راح يتصل بكم محل اثاث ثقه وزيد راح يديروا لكم دي بروموسيون عامه خاوتنا اللي يشري من التطبيق تاعنا او من الموقع الرسمي www.mabledeconfiance.dz راح يتحصل بتخفيض على كل موديل دار طلبية عليه خاوتنا. شكرا على متابعة الفيديو، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وبعد الكلام سلام.